السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء. إن شاء الله إحنا هنبدأ مع بعض النهاردة أول سيشن في السيشنز بتاعة الأناتومي. طيب هتقول يا دكتور محمد السيشن دي إحنا ندرس فيها إيه؟ أو عايزين نعرف إيه؟ بص يا سيدي، إحنا عايزين نعرف حاجة اسمها أناتوميكال ترمينولوجي، وحاجة اسمها أناتوميكال بلينز، وحاجة اسمها أناتوميكال بوزيشنز. يمكن انا قررت النهارده في وقت خفيف جدا كده هبدا معاك حاجه اسمها اناتوميكال بلينز، او اللي هي اسمها المستويات التشريحيه، او اللي بنقول عليها الخطوط التشريحيه. ايوه، بس قبل ما افهمك برضو عايزك توصل لحاجه معايا. الفيديو ده اي واحد بيدرس اناتومي سواء جوه مصر او بره مصر، سواء في طب اسنان او في طب بشري، لازم هيشوف الفيديو ده، لان زي ما فهمتك ده بدائيات علم الاناتومي، او زي ما بنقول لحضرتك الأساسيات أو الانترودكشن أو البيزيس تو أناتومي. تعال كده نشوف إحنا عايزين نقول إيه مع بعض. بص يا سيدي، المقصود بكلمة أناتوميكال بلينز يعني إيه؟ يعني خطوط التشريح. طب إيه هي الخطوط اللي ممكن نستخدمها وإحنا بنشرح جسم الإنسان؟ بص يا سيدي، أول خط ممكن نستخدمه هو الخط ده. بنرسم خط تخيلي، الخط ده يمر في منتصف جسم الشخص زي ما انت شفتني رسمته. طب تعالى كده نشوف مع بعض برضو حاجة مهمة. اللاين ده انا لو عايز اديله تعريف، تمام، هو لاين قسم جسم حضرتك الى نصين، نص يمين ونص شمال. دي اول حاجة، تمام. فبنقول لحضرتك هو لاين divide the body. يعني ايه divide the body؟ قسم جسم حضرتك الى right و left halves، يعني الى نصين، نص يمين ونص شمال. طبعا اللاين ده ماشي بطول جسم حضرتك بهذا الشكل. اللاين ده بنسميه ايه؟ اللاين ده بنسميه، بص يا سيدي، هو ليه ثلاث اسماء. ممكن اسميه ميد لاين، خط منتصف الجسم، وممكن اسميه ميديان بحرف الان، وخد بالك عشان هنحتاج المعلومه دي قريب، ميديان بلين او ميديان لاين، وممكن اسميه ساجيتال بلين أو ساجيتال لاين. يبقى هو ليه ثلاث أسماء، ممكن أقول ميد لاين، ممكن أقول ميديان، وممكن أقول ساجيتال. يبقى هو ليه كم اسم؟ ثلاث أسماء. طب عايز أعرفه، اللاين ده أعرفه إزاي؟ تقول والله هو لاين ديفايد ذا بادي، قسم الجسم إلى رايت ولفت إيكوال هافز. يعني إيه إيكوال هافز؟ يعني نصين متساويين. دي أول حاجة. طب الحاجة التانية، هل النصين دول متماثلين ولا غير متماثلين؟ طبعا هما نصين إيكوال. يعني إيه بقى نصين إيكوال؟ يعني قد بعض لو جيت أقيسهم بالمسطرة، لكن هما not similar. ده اللي يهمني قوي. طب ليه هما بقى not similar؟ تاخد بالك، هما غير متشابهين. كلمة similar يعني متشابه، هما غير متشابهين، لأن أنت نص جسمك اليمين مختلف عن نص جسمك الشمال. بمعنى أنت عندك مثلا في الحتة دي كده، في هنا الليفر الكبد، تمام، في الحتة دي كده هنا على الناحية الشمال في السبلين. كلمة سبلين يعني الطحال. يبقى إذن هما غير متشابهين، يبقى اللاين ده هو لاين عمودي ولا عرضي؟ لا طبعا هو لاين عمودي، فبنقول عليه vertical line. يعني ايه بقى كلمة vertical line؟ يعني لاين عمودي. دي اول حاجة. الحاجة التانية، قسم جسمنا الى ايه وايه؟ الى رايت وايه ولفت، ولكن كان عندي شروط ان هم يكونوا equal، متساويين، ولكنهم not similar. يعني ايه not similar؟ يعني غير متشابهين. وده فهمته لك واثبتناه، ان انت عندك الكبد في اليمين والطحال في الشمال. ده غير كده في حاجات كتير في التركيب الداخلي في جسم حضرتك، نص اليمين مختلف عن النص الشمال. كل ده بنقول عليه ميد لاين او ميديان بلين او ساجيتال بلين. طيب ده أول خط في الخطوط التشريحية اللي هتفيدنا وإحنا بنشتغل في الأناتومي. هل عندنا خطوط تانية أو حاجات تانية؟ آه عندنا. يعني إيه؟ عندنا لاين تاني هنمسح بقى كل اللي إحنا كبينه ده ونشوف اللاين التاني بيتكلم عن إيه. بص يا سيدي، اللاين اللي أنا رسمته ده
هو اللاين الاولاني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هنكتبه هنا تاني وهقول لك انا رسمه ليه. ده اللي كان اسمه ميد لاين او اللي قلنا عليه ميديان او اللي قلنا عليه ساجيتال. لكن في لاين تاني انا هرسمه جنبه هنا اهو، اللاين التاني اهو. طب اللاين التاني اللي انا عملته باللون الاحمر ده هو اسمه ايه الاول؟ شوف يا سيدي، بنسميه بارا ميديان بلين. لو مش عاجبك اسمه بارا ميديان خليه اسمه التاني بارا ساجيتال بلين. طيب سواء بارا ميديان او بارا ساجيتال ايه مقصود بيها؟ شوف يا سيدي، كلمة بارا أما هتشوفها في أي حتة معناها بجوار. بجوار يعني إيه بجوار دي يا دكتور؟ يعني جنب. أيوة جنب مين؟ جنب الميد لاين اللي هو الميديان بلين. ما احنا متفقين إن الميد لاين بيساوي كلمة إيه؟ بيساوي كلمة ميديان اللي هو خط المنتصف بتاع الجسم. فعشان كده عايز أقول لحضرتك إن الخط التاني اللي أنا رسمته باللون الأحمر ده سميته ايه؟ سميته باراميديان. يعني ايه بقى باراميديان؟ يعني جنب الميديان بلين. طيب استنى يا باشا، الباراميديان ده هو خط عمودي او بالطول ولا بالعرض؟ لا طبعا هو فيرتيكال. يعني ايه بقى فيرتيكال؟ يعني لاين عمودي. حلو، طب استنى يا معلم، هو قسم جسم حضرتك الى نصين. اه بس نصين ازاي؟ نص رايت ونص ليفت. اه بس استنى، هما غير متساويين. طب ازاي غير متساويين؟ ما هو بالمنطق يا دكتور، الميديان ده خط منتصف الجسم، هيقسم الجسم الى رايت وليفت بس متساويين. امال البارا ميديان ده بقى لا، هو هيقسم رايت وليفت بات نوت ايكوال، يعني غير متساويين. يبقى البارا ميديان اختلف عن الميديان، ان الميديان اللي هو الميد لاين الاولاني ده كان بيقسم جسم حضرتك الى نصين متساويين، لكن الباراميديان لا، بيقسم جسم حضرتك الى نصين ولكنهم غير متساويين. وفي نفس الوقت طبعا اكيد هيبقوا ايه؟ هيبقوا نوت سيميلر. يبقى هما نوت ايكوال ونوت ايه؟ ونوت سيميلر. طبعا نوت سيميلر يعني غير متشابهين. طيب يبقى اذا الفرق ظهر لي هنا ما بين الميد لاين واللي هو الميديان بلين والباراميديان. الفرق ظهر لي ان الميد لاين نصين متساويين، الباراميديان نصين غير متساويين. طيب في نقطه تانية برضو عايز حضرتك تعرفها، ايه هي؟ انا اقدر ارسم كم واحد من الميد لاين ده في جسمي؟ يعني اقدر ارسم كم واحد في جسمي بالطول يقسم جسمي الى نصين متساويين؟ هو واحد بس. ما هو طالما متساويين يبقى لازم يبقى واحد بس، مستحيل اقدر ارسم غيره. لكن اقدر ارسم كم واحد باراميديان؟ لا تقدر ترسم عدد لا نهائي. ما هو كده يبقى باراميديان وكده باراميديان وكده باراميديان وكده 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 وهكذا. اذا الباراميديان او البارا ساجيتال بلين اللي هو جنب خط النص ده يقدر ترسم منه عدد لا نهائي من الخطوط، لكن الميد لاين الميديان اقدر ارسم واحد بس. ودي اول حاجه او اول خطين عرفنا حضرتك، اول لاين اللي هو الميد لاين الميديان بلين، تاني واحد البارا ميديان او البارا ساجيتال بلين. طب هل يا دكتور في خطوط تانية في الاناتومي هحتاجها؟ اه في خط اهو يا سيدي اللي انا اعمله باللون الاخضر ده اهو. طب يا دكتور والله الخط ده ايه؟ الخط ده ماشي بالعرض. حلو، الخط اللي باللون الاخضر ده بنسميه هوريزونتال بلين. طب لو انت مذاكر انجليش خفيف كده، كلمة هوريزونتال يعني عرضي، يعني لاين ماشي بالعرض. طب ما انا ممكن اسميه اسم تاني، هو في الكتب بيتكتب بالاسمين دول، ممكن اقول عليه ترانزفيرس بلين. واحد ذكي كده بقى من الطلبة الجامدة تمام كده اللي بتقعد تفكر كتير وتسرح بخيالها يقول لي طب يا دكتور هو انا هحفظ هوريزونتال ولا هحفظ ترانزفيرس؟ طب اللي هتجيلي في الامتحان يا دكتور ترانزفيرس ولا هوريزونتال؟ لا هتحفظ الاثنين يا حبيبي. ليه؟ لان اللي حاطط الامتحان انا ما اعرفش هو هيجيبه لك بانهي صيغه، فانت لازم تحفظ الكلمتين. وخدها مني معلومه من اولها كده، اي حاجه في الطب، مش هقول لك بقى في الاناتومي لا، في الطب ليها اسم او اتنين او تلاتة او اربعة او عشرة مطلوب من حضرتك تحفظه. يعني انا قلت لك من شويه باراميديان، وقلت لك اسمه التاني باراساجيتال، طب هتحفظ انهي واحد؟ الاثنين. طب قلت لك في اول الفيديو خالص ميد لاين، اللي اسمه التاني ميديان، اللي اسمه التالت ساجيتال، لو تفتكر هتحفظهم الثلاث اسماء.
اذا اي حاجه ليها اكتر من اسم لازم يا ابني تحفظ الايه الكذا اسم. المهم تعالى نرجع كده ونشوف. انا قلت لك هو اسمه هوريزونتال او اسمه ترانسفيرس اللي هو الخط الايه العرضي. حلو. طب ده عمل ايه في جسمك؟ والله يا فندم ده قسم الجسم الى، هل هو قسم رايت وليفت يمين وشمال؟ لا اطلاقا، ده قسم الجسم الى نص علوي ونص ايه ونص سفلي. حلو. ايوه يعني بقوله ازاي يعني؟ شوف يا سيدي، هو قسم الجسم الهوريزونتال بلين قسم الجسم الى، ركز معايا كده، ابر هاف اند لور. يعني قسم جسم حضرتك الى نصين، نص علوي ونص سفلي. ما هو كلمه ابر دي يعني فوق، كلمه ابر يعني يعني فوق او علوي، وكلمه لور يعني يعني تحت. حلو. فهو قسم جسم حضرتك الى جزء فوق وتحت. طب سهل خالص، علوي وسفلي ما فيهاش مشكله. طب تعال اقول لك على حاجه، ابر ولور دي كلمه عاديه، اي واحد معدي في الشارع كده تقول له يعني ايه فوق، يقول لك يعني ابر، تقول له يعني ايه تحت، يعني لور، ممكن تكون درستها في الثانوي. ايوه بس لا، احنا عايزين كلمه ايه، كلمه طبيه. فنقول لك لا، ابر في الطب دي ليها اسم تاني، اسمها بقى التاني هو ده اللي لازم تحفظه، سوبيريور. كلمه سوبيريور، ثواني يا اولاد هكتبها لك كده، اكتبها لك كويس، سوبيريور. كلمه سوبيريور يعني علوي لفوق، عكسها ايه بقى؟ عكسها انفيريور. انفيريور يعني تحت. وبناء عليه، هل يا دكتور انا لازم احفظ ان سوبيريور يعني فوق وانفيريور يعني تحت؟ اقول لك على مفاجاه، انت اصلا نص كلامك، نص كلامك بدايه من النهارده ومن اول فيديو كده مع بعض او من اول سيشن مع بعض، انت نص كلامك هتغير، انت هتتكلم لغه ما حدش يفهمها. يعني انت لو جبت اي واحد معدي في الشارع وقلت له يعني ايه ابر، هيقول لك يعني فوق، لور هيقول لك يعني تحت. لكن لو جبت بقى واحد سالته يعني ايه سوبيريور يعني ايه انفيريور، ما يعرفش. اللي يعرف مين؟ حضرتك اللي هو الدكتور. اذا احنا لينا الفاظنا، مش اي حد هيفهمنا، فانت لازم تكون عارف ان دي الالفاظ بتاعتنا، كلمه سوبيريور يعني فوق وكلمه انفيريور يعني تحت او علوي وسفلي. طيب هل بس كده يا دكتور؟ لا، تعالى نقول لك ان ممكن اقول كرينيال عكسها هيكون كودال. طب واحدة واحدة يا دكتور، يعني ايه كرينيال ويعني ايه كودال؟ كرينيال يعني فوق وكودال يعني تحت. يبقى استنى بقى بس كده، ستوب معايا الله يبارك لك وركز معايا كويس قوي، ان كلمة ابر بتساوي سوبيريور بتساوي كرينيال، كلهم معنى واحد. اما كلمة لور بتساوي انفيريور بتساوي كودال، كلهم معنى واحد، دول معناهم تحت لكن دول معناهم فوق. يبقى ستوب يا دكتور، انا هنا طلعت بمعلومتين مهمين قوي. اول معلومه بتقول ان الخط الاخضر ده سميته ايه في الجسم؟ سميته هوريزونتال بلين، او اسمه التاني ترانسفيرس بلين. لما اقول لك اعرفه لي يعني ايه هوريزونتال او ترانسفيرس بلين، تقول له والله ده لاين ديفايد ذا بادي، قسم الجسم الى ابر اند لوور بارتس، او ممكن اقولها بطريقه ثانيه سوبيريور اند انفيريور، او ممكن اقولها بطريقه ثالثه كرينيال يعني فوق وكودال يعني تحت. اذا بكرر تاني يا اولاد، ابر بتساوي سوبيريور بتساوي كرينيال، يبقى لور بتساوي انفيريور بتساوي كودل. طب بص يا سيدي، قبل ما امسح الكلام اللي انا كاتبه ده كله، انا عايز اقف معاك واسالك سؤال واقول لك انا كده رسمت كام لاين او عرفت فيه كام لاين في الاناتومي حتى الان؟ 3 لاين. اول لاين سميته ميد لاين، تاني لاين سميته بارا ميديان او بارا ساجيتال، تالت لاين سميته هوريزونتال او ترانسفيرس. تعال نمسح ونقولهم مع بعض بسرعه عشان هنضيف عليهم لاين تاني. بص يا سيدي، لما نيجي نرسم مع بعض الخطوط دي، ادي اول خط كده اهو اللي احنا سميناه ميد لاين او ميديان بلين او ساجيتال بلين. الخط التاني اهو هنسميه بارا ميديان او بارا ساجيتال. الخط التالت هنسميه هوريزونتال بلين اللي هو العرضي. كده انا راسم لك الثلاث خطوط في الرسمه قدام. طيب عرفنا ان الميديان اللي هو الميد لاين اللي قسم جسم حضرتك الى نصين رايت وليفت ايكوال بات نوت سيميلر. عرفنا ان البارا ميديان هو اللي قسم جسم حضرتك الى رايت وليفت نوت ايكوال ونوت سيميلر. عرفنا ان الهوريزونتال بلين اللي هو العرضي قسم جسم حضرتك الى ابر اند لور او سوبيريور اند انفيريور. طب ايه الخط الرابع اللي عايزين نقوله لحضرتك؟ شوف يا سيدي،
الخط الرابع هنضطر ان احنا نجيب الشخص ده كده، نلف هذا الشخص، فهنلفه كده بالطريقة دي قدام جسم حضرتك اهو. وبعدين بص يا ريس، عايزك تركز معايا، احنا هنرسم لاين كده. طب استنى، اللاين ده عمل ايه في جسم الراجل اللي انا رسمه ده؟ تخيلني واقف زي الراجل ده كده، اللاين ده هيمر كده. يعني تخيل كده خط تخيلي يمشي كده، يقسم جسم حضرتك الى جزء امامي وجزء ايه؟ وجزء خلفي. ازاي يا دكتور؟ اهو شايف الجزء اللي انا مظلل لك عليه ده؟ ده الجزء الايه؟ الامامي. طب الجزء اللي انا هنقطه ده كده اهو، ده ايه؟ ده الجزء اللي ورا الخط. يعني اللاين ده لازم نرسمه احنا واقفين بالجنب كده. حلو، اسمه ايه اللاين ده؟ اسمه كورونال بلين. طب يا دكتور يعني ايه كلمة كورونال بلين؟ يعني لاين. ماشي، عمل ايه في جسمك؟ قسم جسمك الى كم جزء؟ جزء ايه؟ جزء امامي وجزء ايه؟ وجزء خلفي. حلو، طب ما انا لازم افهم الجزئين اللي هو قسمهم دول اقولهم ازاي في الطب؟ هقول لك انا يا سيدي، في الاناتومي بقى لازم نعرف ان كلمة امامي يعني انتيريور، معناها امامي. خلفي يعني بوستيريور. بص، دول اكتر كلمتين هتستخدمهم في الاناتومي عشان بس تبقى عارف ان كلمة امامي يعني انتيريور وخلفي يعني ايه؟ يعني بوستيريور. طب هل ليهم الفاظ تانية؟ ليهم الفاظ تانية، فنترال ودورسال. طب ايه الفرق يا دكتور؟ عادي، بنستخدم احيانا دورسال واحيانا نستخدم بوستيريور، واحيانا نستخدم فنترال واحيانا نستخدم انتيريور. يبقى اللاين اللي اسمه كورونال، طب كورونال ده عمل ايه؟ قسم جسمك. ايوه، قسم جسمك ازاي يا دكتور؟ قسم جسمك الى نصين، نص امامي ونص خلفي، انتيريور او فنترال يعني امامي، بوستيريور او دورسال يعني خلفي. طب ده كده اللاين رقم كام؟ ده اللاين رقم 4. يبقى تعالى نراجع مع بعض كده، انا رسمت كام لاين يا اولاد، او عرفت ان الاناتومي هستخدم فيه كام لاين؟ تقول لي 4 لاينز. تعالى نراجعهم بسرعه بقى على جسمي، سيبك من الراجل ده، نراجعهم مع بعض كده. لو انا رسمت خط كده، اللاين ده ماشي فين في جسمي؟ تقول لي ده لاين اسمه ميد لاين. يعني ايه ميد لاين يا دكتور؟ يعني لاين قسم جسمي الى نصين، نص رايت ونص ايه؟ ونص ليفت. طب اللاين ده فيرتيكال ولا نوت فيرتيكال؟ فيرتيكال. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني عمودي. طب نقطه ثانيه، النصين دول احنا اشترطنا ان هم يكونوا ايكوال ولكنهم نوت سيميلر، نسميه ميد لاين او نسميه ميديوم بلاين او نسميه ساجيتال بلاين، وده نركنه على جنب. نيجي نرسم لاين تاني جنبه، ممكن نرسمه شمال او يمين او اي حاجة مش فارق معانا، نقول عليه باراميديان، جنب الميديان بلين. وده برضو كان لاين فورتيكال موازي للميد لاين، موازي للميديان بلين، وقسم جسم حضرتك الى رايت وليفت برضو، ولكنهم نوت ايكوال ونوت سيميلر. واعرف الفرق كويس ما بين الميديان والباراميديان. وبعدين جينا رسمنا لحضرتك الخط العرضي اللي قلنا عليه هوريزونتال، اللي قسم سوبيريور وانفيريور او ابر ولور او كرينيال وكودل. اخر لاين رسمناه لما وقفنا كده اللي قدام حضرتك، واسمه كورونال بلين، وده قسم الى انتيريور وبوستيريور، او ممكن اقول عليها فنترال ودورسال، يعني امامي وايه وخلفي. يبقى انت النهارده اول سيشن تروح تذاكر ان في حاجه اسمها اناتوميكال بلينز، الاربعه بلينز اللي احنا قلناهم لحضرتك، ونشوفكم على خير بقى في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.